للمزيد ينضم إلينا من تونس مراسلنا وسام الدعاسي. وسام، هل من ردود فعل بداية سياسية وشعبية أيضا حول هذه التشكيلة الحكومية المقترحة، وأيضا أي حظوظ لها للمرور ونيل ثقة البرلمان؟ نعم جمال، الموقف هو تقريبا موقف غالبية الأحزاب هنا في الساحة السياسية، فلا هي أعلنت تماما عزمها، منح الثقة للحكومة الجديدة أثناء عرضها على البرلمان الثلاثاء المقبل، ولا هي أعلنت رفضها لحكومة التكنوقراط التي أعلنها هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف. إلى حد الآن الصورة ما زالت غامضة. رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة نوردين البحيري قال أن الحركة ستدرس ربما خيار الدعم هذه الحكومة من عدمه أثناء اجتماع مجلس الشورى، وفيما قال بعض القياديين الآخرين أن هذه التركيبة الحكومية مقبولة إلى حد ما، وبعض الوزراء في هذه الحكومة يحظون باستقلالية ويقفون على نفس المسافة من جميع الأطياف السياسية، وهذا بشهادة الجميع. وهذا ما يفهم ربما أن الحركة تتجه يعني منح الثقة للحكومة الجديدة أثناء عرضها على البرلمان، في نعم. انتظار حسم بعض الأحزاب الأخرى مواقفها من هذه الحكومة. حزب قلب تونس أيضا قال إن هدفه الأساسي هو الذهاب إلى حكومة جديدة والقطع مع ما وصفه بحكومة تضارب المصالح، في إشارة إلى حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يقودها إلياس الفخفاخ المتهم بقضايا شبهات فساد مالي. وسام الدعاسي من تونس، شكرا.